ينضم لنا من واشنطن السيد المهدي عفيفي المحلل السياسي، ارحب بك استاذ مهدي. اهلا بكم في الكرام. اهلا بك. بدايه، كيف تتابع هذا اليوم من عمليات فرز الاصوات لانتخابات الرئاسه الامريكيه؟ تستمر فرز الاصوات في ولايات مختلفه، منها نيفادا ومنها بنسلفانيا وبعض الولايات الاخرى، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الفرز حتى في ولايات اخرى قد يستمر لوصول الطرود البريديه الخاصه بافراد الجيش الامريكي من جميع انحاء العالم. نتوقع ان يكون هناك لا زال تاخيرا في بعض الولايات الى اليوم او غدا، مثل بنسلفانيا مثلا. نعم، لدينا مطالبات من حملة الرئيس دونالد ترامب بوقف احتساب الأصوات القادمة من البريد، إلى أي مدى ترى مشروعية لهذا الطلب؟ هذا الطلب ليس له أساس، وما نراه هذه المرة من حملة دونالد ترامب لم يحدث في التاريخ الأمريكي. بدأت هذه الحملة بالتضليل منذ أعوام بأن الانتخابات ستكون مزورة وأن التصويت بالبريد غير صحيح، مع أن الرئيس دونالد ترامب نفسه يصوت بالبريد. المسألة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية دقيقة جدا، وللمعرفة كل ولاية تدير الأصوات بنفسها وبقانونها ولها قانون خاص، ونعمل على هذا على مدار عشرات السنين بل مئات السنين. فما نراه الآن هو محاولة من ترامب بالتشبث بالسلطة، والتي لا أعتقد أنها ستنجح، لأن في هذه الولايات هي أصلا الحاكمة للتصويت، ومسألة التصويت في بعض الولايات تعرض الصوت على شخصين مختلفين ثم يعرضوا على شخصين مختلفين آخرين، فاحتمالية التزوير شبه مستحيلة. قد يكون هناك أخطاء بسيطة، وكما ذكر مدير الـ FBI المباحث الفيدرالية الذي عينه ترامب أنه لا توجد أي دلائل على أي عملية تزوير منظمة إلى الآن. يعني في نفس السياق، حملة ترامب تعلن أنها سترفع دعوى قضائية في ولاية نيفادا بزعم التلاعب في عدد الأصوات. نحن متوقعين حملة ترامب سترفع مجموعة من القضايا، ليس فقط في نيفادا فقط، بل نيفادا، ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، نورث كارولينا، جورجيا، الولايات التي كان يحلم ترامب بالفوز بها. وهناك فارق بينه وبين بايدن، قد يكون الفارق ليس بمئات الآلاف أو بالملايين، ولكن قد ذكر بايدن بالأمس أنه نفس الفارق الذي فاز هو به على هيلاري كلينتون يتفوق عليه بايدن في هذه المرة. نحن متوقعين هذه القضايا أن ترفع، ولدينا الاستعداد للرد على ذلك. يعني سؤالي الأخير بلغة كرة القدم، هل يستطيع ترامب فعل الريمونتادا ويعود لصدارة المشهد، أم أن الأمور تسير في اتجاه بايدن؟ أعتقد في رأيي أنا، بعد أن وصلت المسائل لهذا الدرجة، هو من المستحيل حتى لو وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يمكن الحكم بشيء غير موجود في القانون. ما يحاول ترامب عمله أعتقد لا يمكن الوصول إليه، وشبه في رأيي شبه مستحيل. شكرا جزيلا السيد المهدي عفيفي المحلل السياسي، كنت معي هاتفيا من واشنطن.